بس احنا الثلاثه صحاب. انا عايزه بقى كتالوج وتوضيح للصور اللي موجوده دي, لان كل واحد فيهم حد الناس كلها عارفاه, بس براس فضايح, بس كلهم بالبيجامه براس فضايح. مين اللي سرب الصور؟ احنا عندنا جروب على الفيسبوك صور دفعه 86. دي نقطه مهمه, الفضل في الصور. ادي صوره اهي, لا اشرحوا لي بقى. ده عبد الحكيم الاسواني. لحظه واحده, اولا دي في المدينه الجامعيه. في المدينه الجامعيه دي صوره المدينه الجامعيه. مين بقى فين؟ على اليمين عبد الحكيم الاسواني مدير تحرير مصر, تحرير مصر اليوم. اللي في النص عبد الله عماد الدين حسين. ايه ده, مين اللي في النص؟ انا عماد الدين حسين. والله الشعر الاسود الناعم ده, كان شعر احداث. كان لسه مين ده؟ مستحيل يا جماعه. انا لسه كنت جاي من اسيوط خان وقتها. واللي على الشمال جنبي على طول مجدي شندي رئيس تحرير المشهد. المشهد وتحتيه بالبيجامه المقلمه طارق الشامي, طبعا مراسل مدير مكتب الحره, وانتقل الى الولايات المتحده دلوقتي. احمد عبد الرازق في النص في البي بي سي دلوقتي, في البي بي سي. ومحمد حسن حال ده زميلنا اظن دلوقتي بيشتغل في شركه بترول. مين دول بقى؟ ده انا ده بقى. اشرح يا مجدي. يعني من اليمين من فوق عبد الصادق. عبد الصادق ده انت اللي في النص دي. انا اللي في النص ورا. شوفي كنت وسيم برضه صح؟ بس مفيش شنب. لا ما كانش لسه زرع. لسه زرع. ده انا. وجنبي مجدي. مجدي مين؟ سعد. مجدي سعد. وتحت احمد عبد الرازق. لا احمد ابو زيد. احمد ابو زيد. محمود حبسه زميل في دار الشعب دلوقتي, دار الشعب تبع الاهرام. وسعيد الغريب, على اليمين ده استاذ في كليه اعلام. استاذ في كليه اعلام في جنينه الاورمن. اعتقد صحيح في الاورمن. هو معظم الصور يا منى كلها احنا في المدينه الجامعيه. وكلنا لان احنا جايين معظمنا من اقاليم. يعني يسري فوده من طنطا. في صوره ظريفه هنا. وريني الصور. اللي ورا ده يسري. يسري مين؟ يسري فوده. بيقدم. ايوه يسري بالظبط. بالقميص المخطط ده يسري فوده في ندوه شعريه. هو 86 برضه. 86 اذاعه وكان شعر. على فكره الدفعه معظم اللي كانوا فيها تقريبا دلوقتي يعني كلهم نقدر نقول قيادات في الاعلام للاسف. او انا عايز افهم مين اللي كان موصي عدو, كانت وسطه الدفعه دي. لا هقول لك هو يعني. لا انا شايف ندي توصيف بدون مبالغه ان دفعه 86 شكلت ولا تزال تشكل وعي الراي العام المصري بمنتهى البساطه كده. يعني انت عندك من 80 انت عندك مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم ثم الوطن, عماد حسين الشروق, انا كنت مسكت رئيس تحرير الميدان, انور الهواري وراديو وتلفزيون. انور الهواري رئيس تحرير. رئيس تحرير الوفد ومصر اليوم. عمرو اديب. عندك عمرو اديب. ياسر رزق رئيس تحرير الاخبار. اللي في النص ده مين يا منى تتخيلي؟ مين اللي في النص لابس نظاره شمسيه؟ ما اعرفوش طبعا. حسن عماد مكاوي عميد اعلام. ايه ده؟ ايوه عميد كليه اعلام جامعه القاهره. وجمال غطاس. واليمين نبيل الطاروتي. نبيل الطاروتي رئيس تحرير نبيل الطاروتي لغه العصر. وجنبه هنا جنب دكتور حسن جمال غطاس رئيس تحرير, رئيس تحرير لغه العصر. لغه العصر ومدير تحرير وطن الان. تمام. دي جميلة اسماعيل على ما اظن. جميلة اسماعيل هنا. جميلة اللي هي في النص دي. جميلة اسماعيل دفعتنا برضه. دفعة 86 برضه. طبعا. فين جميلة فين؟ اللي هي في اللي ماسكة شنطة بني دي على ما اظن. اللي هي في النص. دول بقى الدفع البنات مع بعض. لا بس لو اتكلمت على البنات لازم تتكلم عن محاولات الدفعة كلها انها تتجوز بنت واحدة. كانت نجمة دفعتنا دينا عبد الفتاح. كانت دينا عبد الفتاح. احلى بنت اللي هي زميلتنا الاعلاميه كمان. من دفعه 86 كل الدفعه كانت عايزه تتجوزها وهي ما اتجوزتش ولا واحد فيهم. فينا يعني. اتجوزت واحد من بره. هي كانت جميله وسريه واحنا جايين من الاقاليم. لا انا ما اعرفش لما لو سمعت ده هتضايق ولا لا. لا لا هي كانت جميله سريه واحنا جايين من الاقاليم. كلنا رئيس كلكم بتحبوها. لا ما نقدرش نقول كلنا بس 90% بس معظم اصدقائي. في رئيس تحرير شهير بس مش قاعد من الثلاثه اللي قاعدين او ده ولا منصب رئيس تحرير كان يتمنى الارتباط بيه يعني. كلنا كلكم اترفضتوا تقريبا. لا انا عن نفسي بحبيت يعني تقدر تقول. وكل محمد علي. محمد خايف من مراته طبعا. براءه رجاله وانا الوحيد اللي محتفظ بعلاقه دي لحد دلوقتي. كان برضه مرتبط بواحده من نفس الدفعه برضه. نظريه الريفي وبنت الزوات القصه دمرت. كان فرق اللغه.